سماحة الشيخ هذا سائل يقول إن كثيرا من الأخوان يشكو من قسوة القلوب فإنهم يسمعون المواعظ والأحاديث ويقرؤون القرآن ولا يتأثرون بذلك فهل من كلمة توجيهية تجاه هذا الموضوع وما الأسباب؟ نعم هذا وقع قسوة القلوب هذا شيء وقع ومن أسباب ذلك المعاصي وأكل الحرام من الربا والمعاملات اللي فيها الغش والخيانة هذا من أسباب قسوة القلوب الربا والمعاصي والتساهل والمعاملات هذا من أسباب قسوة القلوب والغفلة عن الله وعن ذكره فمن أصيب بهذا فليتق الله وليحاسب نفسه ولينظر قد يكون يتعاطى الحرام فليتوب إلى الله وليجتهد في كسب الحلال وليحرص على ذكر الله والإكثار من قراءة القرآن بالتدبر مع التوبة إلى الله من جميع الذنوب والاستغفار ومجالسة الأخيار كل هذا من أسباب لين القلوب وأسباب خشية الله عز وجل فالمؤمن يحاسب نفسه ويجاهدها وينظر في أسباب قسوة قلبه قد يكون من معاصي قد تكون من أكل الربا من الغش والخيانات من أيمان الفاجرة إلى غير ذلك فليحاسب نفسه وليتق الله وليحرص على ألا يقول إلا خيرا وألا يسلم وألا يحلف إيمانا كاذبا وألا يتعاطى أكسابا خبيثة وليحرص على مجالسة الأخيار والطيبين وليحرص على قراءة القرآن بالتدبر والتعقل والإكثار من تلاوته والإكثار من ذكر الله والاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد كل هذا من أسباب لين القلوب وزوال القسوة قال تعالى كلا بل ران كلا بل ران على قلوبهم ما كسبوا ران عليها ما كسبوا من الشر من الإثم من المعاصي من الربا من الحرام ران عليها حتى قست فقسوة القلوب تقع من الغفلة من ذكر الله ومن كسب الحلال الحرام ومن المعاصي ولينها وطيبها يكون بإكرام ذكر الله وبطاعة الله وبالعناية في الحلال والحذر من الحرام نسأل الله الجميع التوفيق.